روح. ده محد ده جماهير الزمالك زعلانه ان هو روح. ده هو اللي سابه. هجيلك على جماهير الزمالك وفيريرا والعلاقه الكبيره يا عم. ماشي ده حاجه ده حاجه بس انا عندك عندك الفيديو بتاع جماهير الزمالك يا عم. ماشي ما عندناش مشكله، بس هي المشكله هو مين اللي حط الزمالك خامس؟ مجلس الاداره ولا فريرا؟ مين اللي ماشي فريرا؟ مجلس الاداره ولا هو؟ ما دي اسئله لازم تطرحها. مجلس الاداره فين ده؟ لان هقول لك، بص اطلع بالفيديو ده عشان اقول لك مين اللي ماشى فريرا. انت فاكر الجماهير ايه اللي مشت فريرا؟ لا لا هو اللي مشي. بص الجماهير اهو هتقول لك ايه. يابا هو اللي مشي. اسمع طيب يا عم انا سامع، ما انا عارف. طيب انا سمعت الشوط الاولاني وقبل الماتش. هي خلاكوا الخامس يضيع الكاس يا ولادي الايه؟ ده عند في رئيس النادي ده بي عنده كده رئيس النادي يعني بتعند مع رئيس هو مفكرين ان هو اللي مشاه. هو الراجل اللي مشي. هو اصلا بعد ماتش الاهلي في الجلسه هو قال لك هقعد لغايه بعد ماتش فرق. طيب بالرغم من كده كابتن هو اللي مشي بعد ماتش المحله. هو اللي مشي. انا ما بتكلمش على دي، انا بتكلم على الحاله لما بين الجمهور. يا عم أصلاً. ماشي بص الجمهور ده عايش. اول مدير فني اجنبي في تاريخ نادي الزمالك يبقى العلاقه ما بينه وما بين ويكون خسران كاس، خرج من الكاس ده عند كله في مجلس الاداره وخسران من الاهلي وجماهير الزمالك بتناديله. طب قول لي بقى قول لي ماشي ده جميل. بتحس بان في مجهود بيتعمل. فين المجهود؟ ما هو ده كابتن ده فيديو والجماهير دي مش جماهير الزمالك يا عم. ماشي ده عند في رئيس النادي. هي عنده ليه رئيس النادي؟ اسمع الكلام. العلاقه نفسها يا هم حبيبي. شايفين الراجل ده بص كل الجمهور اللي بيخش ده كل جمهور اللي بيخش ده جمهور الالتراس اللي هو اصلا ضد رئيس النادي ورئيس النادي ضدهم. هو ده جمهور نادي الزمالك ايه؟ وده جمهور نادي الزمالك. لا ده اللي في اللي في الملعب. لا مش هو جمهور الزمالك. جمهور الزمالك برضه جمهور الزمالك اللي هو طالب إن كان هم فكرهم ايه ورايهم ايه يابا. ماشي يعني. يا عم ماشي على دماغنا من فوق. طب هو ماشي انا معاك واحده واحده. مين اللي خسرنا كاس لوسيل؟ ماشي هو خسر ادي واحد والراجل موجود. اسمع بس ادي واحد عد. ما انا عادد معاك على فكره. ومين اللي خسرك ماتش الاهلي اللي انت لو كسبته الاهلي هيقعد في 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 عميان لمده الكاس. خمس سنين الكاس اللي هو السوبر المصري. اه مين اللي خسرك؟ ادي اتنين. الدوري انت ماشي فيه الخامس. كاس مصر مين اللي خرجك؟ استنى بقى عشان بس الناس اللي هي ايه الفهمه دي اللي بتقول لك فالدو فيريرا. طيب انت في ماتش بيراميدز تعرف ان المدرب ما عندوش بثلاثه جنيه كوره اللي هم عمالين يشوطوا بيه وعمالين يقول لك مش عارف ايه والكلام ده. انت الراجل دلوقتي في الدقيقه 5 جاب هدف حصل. الدقيقه 11 طرد للاعيب علي جبر من بيراميدز. اذا الجيم اتفتح. الدقيقه مش عارف كام وطلع عبد الله السعيد اللي هو صانع العابه اللي هو القينونه بتاعت فرقه بيراميدز وطلع ابراهيم عادل اللي هو النشاط والحيويه صح. يعني اذا الراجل بيقول لك ايه انا مش عايز اجوان تخش فيا تاني. انت مفروض بقى يا عم العبقري يا عم البروف ايه اللي يحصل؟ ادوهم 2 3 4 ده عندهم نقص عددي وانا كسبان. انما للاسف هو واقف اقسم بجلاله الله ما مركز ولا عارف هو يعمل ايه. ده بيجي يغير التغيير ينسى ويغير تغيير تاني. ده في بلاوي متلتله. بس هم انا نفسي يعني نفسي امير يطلع يتكلم. نفسي امير يطلع يتكلم عشان دايما دلوقتي بقى طلعت نغمه ايه الصفقات مش هو اللي جايبها يا راجل. ده هو قال لهم كده اول ما جه يجدد قال لهم اي لعيب يجي عن طريقي اي لعيب يجي. في صفقتين هو يعني مش بمزاجه مصطفى شلبي تقريبا عمرو السيسي. طب ماشي دول عشان رايحين النادي الاهلي يا حبيبي. لا حبيبي لا وهم قالوا له كده قالوا له هنجيبهم وما تلعبهمش. وهم لاعبين كويسين اصلا. ما هو بقى هنا العمل الحيس اللي بيقولوا عليه انت